رجل أخطبوط خطف ماري جين صديقتي، أقصد صديقة ماذا؟ صديقة سبايدر مان. هنا توقفنا في الحلقة السابقة. الآن أصدقائي سوف نكمل مهمتنا ونرى ماذا تخفي لنا هذه اللعبة. ماذا حدث؟ دخان. هل هي ماري جين؟ ما الذي يحصل هنا؟ معكم إبراهيم سلطان من قناة ماريو بليس. هيا أصدقائي لا تنسوا الاشتراك، وهيا بنا نكمل تختيم سبايدر مان 2 من 2004. هذه اللعبة يا أصدقائي، لقد اقتربنا من المكان يا أصدقائي على وشك الوصول. أعتقد أن الدخان يأتي من الأسفل، سوف ننزل للأسفل ونرى. أوه الشرطة هنا، اللصوص هنا، كلاب تعالوا، 1 2 3 تعالوا. أوه لقد لمس، لديه مسدس. أوه دخلنا إلى مرحلة أخرى يا أصدقاء، هذا جميل، هذا يعني أنه مكان جديد. أوه إنه يقول ماذا هؤلاء مع ضد الأبواب؟ لماذا لا يستعملون الأبواب؟ نعم معك حق يا سبايدر مان. الدكتور أخطبوط هرب وصعد إلى الأعلى. أوه هناك شخص يهاجمني، أين هو؟ أوه تعال هنا أيها الكلب، تعال أيها الحقير. علي أصدقاء أن أفتح ذلك الباب المصعد وسوف أتبعه بسرعة. كلاب بدأت تأتي وتخرج من كل مكان. لقد فتح باب المصعد يا أصدقاء، سوف نقتل هذا الغبي ونقضي عليه ثم نذهب وندخل إلى هذا المكان. هيا بسرعة ونذهب إلى الطابق الأول. حاسة سبايدر مان. قال بماذا سوف أبدأ؟ هل الرجل الخائف أم العنكبوت؟ حسنا سوف أريك العنكبوت الذي سوف يقضي عليك بضربة واحدة. غبي. أوه لقد أمسكوا بأصدقائي ذلك الدكتور. كلاب إنهم يحسرون الجميع ويحاولون القضاء على الجميع. هذا الرجل القوي الغبي، سوف نقضي عليه أيضا. أين هو؟ هل يوجد واحد هنا؟ هناك شؤون ما بالداخل، لا أعرف، أشعر بشيء ما هنا، فلنذهب ونرى. إنها هذه، حسنا جميل. هذا المصنع غريب جدا يا أصدقاء، نحن في الطبق الثاني الآن. أين هو ذلك الغبي؟ ما زلت أدور في نفس المكان، أعتقد أنه من هنا. نعم إنه من هنا. أشعر بشيء ما. نعم سبايدر مان يشعر بشيء ما يا أصدقاء، هناك شيء ما في هذا المكان، أمر مريب جدا وغريب، لا أعرف ما هو. حسنا. كان تعال، هذا قوي بعض الشيء عن الآخرين يا أصدقاء، حتى شكله مختلف ولا يكون كثيرا، يعني يأتي لوحده ليس مع الآخرين الأغبياء. في بعض الأحيان يكون مع الآخرين، لكن يكون منه واحد فقط وليس اثنان أو ثلاثة، لكن هؤلاء يكونون بكثرة. كلاب أغبياء، أتباع أغبياء، فقراء، جبان. سعدنا إلى الرف الآخر يا أصدقائي، وما زلنا نبحث عن دكتور أخطبوط الذي يضع لنا الفخاخ في كل مكان، مثل هذا الفخ الذي وضع الليزر في الأرض. كنت أبحث على دكتور أخطبوط فإذا بي أجد هذا الوحش الغريب. انظر لقد دمر الباب لكي لا أخرج. يريد القضاء على سبايدر مان. التقينا مجددا بهذا الغبي، كنا نبحث على دكتور أخطبوط لكي ننقذ ماري جين صديقة سبايدر مان، وفي الأخير وجدنا هذا الغبي. فلتبدأ الحرب إذن. علينا القفز لكي يدمر هذه خزائن الطاقة. جميل، الأولى قد دمرت. لا يمكنني ضربه؟ لماذا غريب؟ تعال يا الغبي، تعال إلى هنا. Come here baby, come baby boy. نعم. لم يسقط. كلا. تعال إلى هنا. تعال مباشرة إلى هذا المكان. إذ كنت تستطيع
لن يصطدم بها. حسنا فنأخذ إلى هذا المكان. تعال تعال أيها الحلو، تعال يا صغير. المشكلة أنه لا يمكن، نعم أو لا يمكنني ضربه. أعتقد أن اللعبة تريد منا أن نقوم يعني باستدراج إلى هذا المكان، سوف يدمر بهذا المكان. نعم لا يمكنني ضربه يا أصدقاء، عليه أن يضرب رأسه بهذه الشاحنات الطاقة. تبقيت أوف جميل، كم بقيت؟ بقيت واحدة. حسنا تعال تعال يا صديق، تعال تعال بيبي بوي، تعال أيها الثور الغبي الغاضب، تعال. هو وصلنا للنهاية. لماذا لم يسقط؟ أوه لقد سقط. جميل جميل جميل، لقد نجحت. لقد فزت عليه. الآن أظنني أنني سوف سوف أقفز. دمار، لقد سقطت هذه. سوف أخرج من هنا، ولكن أولا سوف أخذ هذه الهيلث يا أصدقاء، أحتاج إلى الهيلث يا أصدقاء. جميل، وسوف أخرج من هنا مباشرة من هذا المكان. قال له علي أن أجد الدكتور أختوبوت. شيء ما غريب. حسنا لقد عاد من جديد. ألم تموت أيها الغبي؟ أما زلت هنا؟ يا إلهي كان، ماذا سوف أفعل؟ علينا ضرب هذه يا أصدقاء. لا أعرف لماذا، ولكن اللعبة تخبرنا أنه علينا أن نضرب هذه دخان. هل هو غاز منوم ولكننا في نفس المكان؟ أو غاز مجمد يا أصدقاء؟ أظن أن هذا غاز يجمد مثل غاز الهيليوم البارد. إذا لاحظتم أن غاز الهيليوم ربما يكون باردا، فهذا غاز الهيليوم أعتقد سوف يجمده ويجعله يتجمد، ولكن المشكلة هو أننا سوف نتجمد معه إلا إذا قفزنا يعني من هذا المكان أو خارج من الباب. لكنه قادم كان. لقد خرجنا، جميل، الباب مفتوح، هذا رائع. وأخيرا لكنه هو سوف يتجمد هنا، ذلك الغبي. نعم لقد قلت لكم يا أصدقائي، لقد تجمد هناك بكل سهولة جدا. جميل لقد نجحنا، رائع. الآن تجمد أيها الغبي، سوف نذهب ونصعد في المصعد إلى الدكتور أخطبوط. سوف أختم المقطع هنا يا أصدقائي، وأراكم في حلقة القادمة إن شاء الله. أراكم في حلقة القادمة، ولندمر الدكتور أخطبوط وننقذ صديقتي، أقصد صديقة سبايدر مان، فأنا ليس لدي صديقة. المهم يا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على لايك لكي يصلكم كل المقاطع الرائعة، وأراكم في الفيديو القادم. كان معكم إبراهيم سلطان من قناة ماريو بلايز. سلام.